شهر محرم يطرق أبواب النجف. المحافظة بطابعها الديني ستشهد توافد الزائرين في هذا الشهر، لكن هذه المرة بظروف صحية وأمنية مغايرة. وللاستعداد له عقدت الحكومة المحلية في المحافظة مؤتمراً شرحت فيه خطتها الأمنية التي ستشهد مشاركة قرابة 30,000 عنصر أمني لحماية الزائرين والمراقد الدينية ومواكب العزاء، فضلاً عن مشاركة مئات موظفي دوائر الصحة والخدمات الأخرى. النجف قسمت إلى عدة قواطع أمنية، هذه القواطع أيضاً فيها مناطق أمنية، كل قاطع يرأسه ضابط برتبة كبيرة ويعاونه ضابط آخر ومنتسبين، وأيضاً المناطق حددت حسب الرقعة الجغرافية وبالمساحات. أيضاً توصيات كانت واضحة إلى الأخوة في الأجهزة الأمنية أنه إجراء العمليات الاستباقية في المناطق اللي راح يصير بها تجمعات، لا سيما الولاية المدينة القديمة، كذلك الكوفة، وأيضاً بالأقضية والنواحي، وأيضاً في بعض الأحياء هناك مواكب ضخمة جداً راح تكون بالأحياء، لذلك الحماية راح تتوفر إلى كل المواكب. بالتأكيد كل الأجهزة الأمنية راح تدخل بالإنذار قبل يوم من شهر محرم. ليس فقط التحدي الأمني من سيواجه القوات الأمنية في شهر محرم بالنجف، فمراقبة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بوباء كورونا سيكون وبالتنسيق مع الجهات الصحية جزءا من مهام حكومة النجف التي أناطت المهمة لدوائرها المعنية، لا سيما في المدينة القديمة حيث من المؤمل توافد الزائرين من داخل وخارج العراق لها. تأمين الحماية الكاملة لكافة الزوار في المحافظة وأيضا المواكب الحسينية الموجودة. إعداد الخطة وتقسيمها للمحافظة إلى 7 مناطق هو دليل على اهتمام قيادة الشرطة والمحافظة بالمجمل على حماية الشريحة الكبيرة في المجتمع. جائحة كورونا على قرارات خلية الأزمة، احنا نطبق القرارات اللي تصدر من الحكومة المركزية أو المحلية برئاسة السيد المحافظ على قرارات خلية الأزمة تطبق على أرض الواقع. نعم، ولذلك تطبيق الخطة الأمنية متقارنة مع القرارات خلية الأزمة فيما يخص جائحة كورونا. ويقول المسؤولون في النجف إن خطة المحافظة الخاصة بشهر محرم سيكون الطابع المرن فيها حاضرا، فلا قطوعات في الشوارع ولا غلق للمناطق العامة بعد الاعتماد على الجهد الاستخباري والعمليات الاستباقية. من النجف محمد رزاق، قناة التغيير.